أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا من أشهر المحلات ديال الأكل ديال الساندويتشات هنايا في وسط المدينة الدار البيضاء. اليوم كلهم سادين بدون استثناء. طبيعة الحال اليوم في ثاني عيد الأضحى اللي كنعرفوا اللي كيكونوا اليوم خدامين فما كيلقاوش فين ياكلوا، خصوصا انه اللي يعني جايين كيخدموا هنا في كازا اللي ماشي ولاد كازا اللي بغينا نقولوا. كاين اللي خدم حتى البارح طبيعة الحال الله يحسن العوان كيلقاو يعني المحلات كلشي ساد، حتى شي محل ديال الماكلة ما يلقاوه فاتح. ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام كلهم هادو محلات تجارية ديال الساندويتشات، لكن مع الأسف كلهم سادين اليوم. هنايا في مدينة وسط المدينة مدينة الدار البيضاء بتحال. كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام كلهم محلات تجارية هنايا سادين. هذا من أشهر المحلات ديال الماكلة، مع الأسف اليوم سادين. فاليوم ثاني عيد، فاللي ما كلاش أو ما فطرش في الدار أو ما تغداش في الدار ما عنده فين ياكل، كل شيء ساد. كيبقاو يعني غير بعض ديال القهاوي، بعض ديال القهاوي اللي كيكونوا فاتحين اليوم. القهاوي ماشي كلهم فاتحين، لكن المهم انه اصحاب الساندويتشات اليوم كلهم سادين، حتى اللي كيديروا الطوابل يعني على برا ما كاينينش اليوم. بطبيعة الحال هادو كلهم من أشهر المحلات التجارية اللي كاينين في وسط عاصمة اقتصادية مدينة الدار البيضاء. كذلك حتى المحلات اللي كاينين هنايا هادو كلهم كذلك محلات تجارية أصحاب الأكل، مع الأسف اليوم كلهم سادين. فاللي يلا خارج غادي الخدمة ديالو ف خصو ياخذ الماكلة معاه من الدار، لانه المحلات كلهم سادين ديال الساندويتشات. حنا معروف في العيد الكبير كيكونوا المحلات ديال الساندويتشات سادين. حتى المحلبات اليوم في ثاني عيد كلهم تاهما كذلك سادين. فاليوم اللي خدام اليوم واللي خارج من الدار يحاول يخرج معاه ماكلتو، يحاول يفطر في الدار يخرج معاه غداه، لانه كلهم سادين في كل الشوارع ديال العاصمه الاقتصاديه. والاهم من ذلك انهم الاشهر المحلات اللي كيكونوا دائما مفتوحين كيبقاو حتى الاخر ديال الليل حتى اليوم سادين. فمشاهدينا الكرام كنتم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. طبيعة الحال نهار العيد، نهار عيدكم، نهار جوعكم هنايا في كازا. أشهر المحلات ديال الساندويتشات بوسط المدينة سادين في ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على أمل نلتقي بكم بث آخر. إلى اللقاء.